تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر فيا ضيعات ما أنفقت في الأيام. أثابكم الله. يقول: نرجو من معاليكم أن تبين لنا وسائل الثبات على الدين مع كثرة الانتكاس في هذا الزمان. وسائل كثيرة، وأعظمها تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف من الله، كذلك سؤال أهل العلم عما أشكل عليك، مجالسة الصالحين، الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، المحافظة على الصلوات مع الجماعة، وهذا من وسائل الثبات في الدين. نعم.